ايوه. في ايه؟ مباحث. انت عريف البحراوي؟ ايوه. انا المقدم حسين صديق. اهلا وسهلا. اسفين للازعاج، بس في شويه معلومات عاوزين نعرفهم منك، تسمح لنا؟ لا يا ماما، لا يا ماما، البليز عايز ياخد بابا. يا لهوي، يا ترى جرى ايه؟ يا ترى جرى ايه؟ استر يا رب. في ايه يا حضره الضابط؟ لا مفيش حاجه يا ست، ما تخافيش. كل دول ولادكم؟ استر يا رب. ايوه استر معانا يا رب. ما تلمي الاولاد وتدخلي جوه يا علي. حاضر. يلا يا اولاد، يلا استر يا رب، استرها معانا يا رب. من فضلك ممكن دقيقه واحده اخش البس الشبشب؟ اتفضل، بس ما تغيبش علينا. حالا. اعرف انها اتقتلت الا دلوقتي بس بحضرتك. يا خبر اسود، هي اتقتلت. امال كنت رايح تجري ترمي نفسك في البلكونه ليه؟ عايز يحصلها في الاخره. اليف يا بحراوي، احسن لك تعترف بالحقيقه، مفيش داعي تخبي حاجه. يا ست انا مش بايدي حاجه، مفيش استثناءات. دي درجه واحده يا حضره الناظر. ان شاء الله تكون نص. الوزاره عاوزه كده. يعني الوزاره ما تجيش الا على الغلابه وتتحكم؟ هوديه فين انا دلوقتي؟ اسيبه في الشارع؟ وديه خاصه. منين؟ هي العيشه مستحمله عمه، لما هتستحمل خاصه؟ الجر قدامي يا فالح. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تهيألي نوش حضرتك مش غريب علي. مش برضو بتطلعي في الافلام؟ دي الست سناء كامل. اهلا وسهلا. اهلا. اي خدمه؟ في الحقيقه انا ليا طلب صغير عندك. تحت امرك يا فندم. ابن صباح، ودي اكتر من اخت ليا. ماله يا فندم؟ هو نجح في امتحان القبول لكن حظه طلع مش قوي. ناقصه درجه ولا اتنين ولا سبعه، مش كده يا صباح؟ سبعه يا حضره الناظر، سبعه. لا الا كده يا ست هانم، تعليمات بتنص على منع الاستثناءات خالص. الو. أليف افندي ناظر المدرسه. ايوه. خليك معايا، السيد المدير العام هيكلمك. مدير العام؟ ده السيد المدير العام طالبني بنفسه. الو أليف افندي. ايوه سياده البيه المدير، انا تحت امر سعادتك. السيده سناء هانم هجيلك دلوقتي على المدرسه. وصلت يا فندم، وصلت. طيب، هي ليها مشكله بسيطه، السيد وكيل الوزاره طالب نخلصها لها. بس يا فندم دول سبع درجات، وسعادة وكيل الوزارة بنفسه ما يرضاش بكده، والتعليمات بتقول ان الاستثناء. التعليمات عليا، وعليك انك تنفذ اللي بقوله لك وبس. الولد يدخل المدرسة ومن بكرة. مفهوم يا فندم، مفهوم. مع السلامة. خلاص يا أليف بيه؟ خلاص يا فندم، الوزارة أمرت بدخوله بكرة.
تعرف يا حضرة الناظر لو شفت حمادة هيصعب عليك بشكل، هتلاقي منطوي على نفسه ومنكسر يا حرام. بس كيف حمادة بيه؟ بقى تعالى شوف، هو في الحقيقة محتاج شوية تقوية في بعض المواد. العنوان اهو، اظن دي مش محتاجة تصريح من الوزارة، مش كده؟ العنوان ما يتوهش يا حضرة الناظر وهتنبسط قوي. باي باي. ورحت عندها البيت. يا بيه يا بيه، انا بقالي 12 سنه في الدرجه الخامسه، الاولاد كبروا وطلباتهم زادت والحاجه كلها غليت زي ما حضرتك عارف، والماهيه زي ما هي. يعني كنت بتتردد على البيت علشان تدي الولد دروس؟ ايوه. وطبعا كنت موجود ليله الحادث في الحفله. والله ما اعرف ان كان في حفله ولا حاجة.